معلومات ضخمة يخضع للدراسة الحقيقية. للمزيد من المتابعة معنا السيد الوزير خالد العناني وزير الأثار. سيادة الوزير مساء الخير. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. بداية أهمية هذا الكشف بعد استخدام المسح الراداري الرقمي، وهل هناك فعلا خلف حجرة خلفية لمقبرة الملك توت عنخ آمون؟ بص حضرتك بس معلش هتحافظ على لفظ كشف، هي لسه في مرحلة الدراسة. ده كان واحد عمل مقالة في شهر يوليو اللي فات بيقول إن احتمال يكون في غرفتين خلف الجدار الشمالي والغربي لحجره دفن الملك توت عنخ امون، فالوزاره دعته للحوار وجي وعرض وجهه نظره، وبعد كده اتعمل كذا رادار، مره بالسكان بالاشعه تحت الحمراء مبينش نتيجه، وبعد كده عمل رادار ياباني، والرادار الياباني في التقرير بتاعه بيقول ان هناك احتماليه لوجود فراغ خلف الجدار الشمالي وفراغ خلف الجدار الغربي. فالنهارده كان الرادار الثاني، هو بنوع ثاني زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي، الرادار بتاع النهارده لسه ما بينش حاجه، محتاجين حوالي اسبوع عشان يدرسوه عشان يقولوا هيبين ايه. بناء على اللي هيقولوا هنعمل غالبا رادار ثالث نهايه شهر ابريل، وانا بؤمن جدا بالحوار العلمي، فعشان كده باذن الله يوم 8 مايو عندنا مؤتمر دولي عن توت عنخ امون، هنعمل فيه سيشن مخصصه للمشروع البحثي اللي بيحصل على الجدران، وبنادي وبناشد كل الباحثين من مصر والعالم اللي مهتمين واليوم اراء في الموضوع بالمشاركه في المؤتمر والملتقى العلمي ده، وعشان نبين للعالم ان احنا فعلا مؤمنين بالعلم وان احنا مستعدين نتعاون مع اي بحث علمي جاد. سياده الوزير، كيف سيتم دخول الحجره الخلفيه للمقبره بدون التاثير على اي نقوش خاصه بجدران مقبره الملك توت عنخ امون؟ دلوقتي انا مش بتكلم خالص على دخول في المرحله دي، الاول نتاكد ان في فراغ فعلا خلف الجدار، وده لسه هنتظر نتيجه الرادار اللي اتعمل امبارح، ثم الرادار اللي هتعمل في نهايه ابريل، ثم كل ده يستعرض في المؤتمر العلمي امام الباحثين والمتخصصين. بعد كده لو جميع المؤشرات دلت على وجود بنسبه 100% فراغ خلف الجدار الشمالي او الغربي، ساعتها هنفتح في الجبل من خلف حجره الدفن دون المس بالنقوش على الاطلاق، وهتكون فتحه قطرها حوالي 2.5 سم بحد اقصى عشان نشوف اللي موجود فيها، ومش هنقرب ان شاء الله من النقوش على الاطلاق. بشكرك شكرا جزيلا سيادة الوزير خالد العناني وأنت وزير الآثار، شكرا لك. دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة وجود حرس الحدود في أماكنهم، وذلك قبيل بدء إعادة اللاجئين إلى تركيا الاثنين بموجب الاتفاق الأوروبي التركي، فيما أكدت المفوضية الأوروبية على تدهور أوضاع اللاجئين في اليونان. ويتعين على أثينا وأنقرة تعديل القوانين لتسمح ببدء تنفيذ الاتفاق الذي استنكرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجماعات حقوقية، والبدء في إعادة المهاجرين الذين يعبرون البحر إلى اليونان بعد 20 من مارس الماضي. أنقرة وأثينا يسرعان الآن الخطى، والسبب إدخال تعديلات على قواعد اللجوء لديهما لتنفيذ اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة ينص على إعادة المهاجرين واللاجئين من اليونان إلى الأراضي التركية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. ويتعين على أثينا وأنقرة تعديل القوانين لتسمح ببدء تنفيذ الاتفاق الذي استنكرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجماعات حقوقية، والبدء في إعادة المهاجرين الذين يعبرون البحر إلى اليونان بعد 20 من مارس الماضي. الآلاف من اللاجئين والمهاجرين كانوا قد ضلوا في خيام في ظروف قاسية بالقرب من قرية إيدوميني الحدودية بين اليونان ومقدونيا، على الرغم من دعوات الحكومة اليونانية للانتقال إلى الملاجئ القريبة التي بناها الجيش، علما بأنهم هم من كانوا قد قطعوا خطوط سكك حديد الشحن خلال الأيام العشرة الماضية، مطالبين بإعادة فتح الحدود اليونانية المقدونية. وتهدف السياسة الجديدة لإنهاء تدفق اللاجئين الذي تسبب في عبور أكثر من 1,000,000 شخص إلى أوروبا العام الماضي، علما بأن التعديلات تشمل وفقا لمعاهدة جنيف ضمان الحماية للاجئين السوريين الذين يتم إعادتهم إلى تركيا، وأيضا من يدخلون تركيا من سوريا.
قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا في البحر قبالة ساحلها الشرقي اليوم بعد ساعات من تحذير وجهه زعماء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان إلى بيونغ يانغ لإنهاء أعمالها الاستفزازية. وأشار مسؤول عسكري كوري جنوبي أن الصاروخ أطلق من منطقة قرب الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وهو صاروخ أرض جو قصير المدى، مضيفا أن الجيش يحاول تحديد مداه. يأتي إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الجديد في تحد لقمة الأمن النووي التي تختتم أعمالها اليوم في واشنطن، والتي وجه خلالها زعماء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان إلى كوريا الشمالية تحذيرا من أنهم قد يتخذوا خطوات أخرى لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ. ومن المتوقع أن تركز مناقشات قادة العالم خلال مباحثات اليوم على سبل دحر تنظيم داعش وتنامي خطر الإرهاب، خاصة بعد تفجيرات بروكسل الأخيرة. لليوم الثاني والأخير تتواصل فعاليات قمة الأمن النووي في واشنطن في ظل هيمنة قضيتي خطر تنظيم داعش الإرهابي والتهديد النووي لكوريا الشمالية. الرئيس الأمريكي باراك أوباما شدد على ضرورة تعزيز التعاون بين ضفتي الأطلسي بهدف رصد الاعتداءات المحتملة وقطع التمويل عن المتشددين. وعقد أوباما لقاء ثنائيا مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، والذي أبدى ارتياحه إزاء التعاون على المستوى بين البلدين في مكافحة الإرهاب. وبات البيت الأبيض بعد اعتداءات بروكسل وباريس قلقا حيال قدرة الأوروبيين على التصدي لمخاطر وقوع هجمات في مدنهم الكبرى. كانت كوريا الشمالية قد سيطرت على مناقشات اليوم الأول للقمة، ففي اجتماع ثلاثي طارئ وجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الياباني شينزو أبي ورئيسة كوريا الجنوبية بارك جون هي تحذيرا لبيونغ يانغ لإنهاء أعمالها الاستفزازية. أوباما التقى أيضا بنظير الصيني شي جين بينغ، حيث أكد الجانبان على التزامهما بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. إن سعي كوريا الشمالية لامتلاك أسلحة نووية بالطبع يمثل أهمية مشتركة للولايات المتحدة والصين، لأنه يهدد أمن واستقرار المنطقة. واتفقت أنا والرئيس زي على التعهد بمواصلة العمل لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وتطبيق كامل لعقوبات الأمم المتحدة في هذا الشأن. الصين والولايات المتحدة أخذا على عاتقيهما مسؤولية السعي لتطبيق سلام واستقرار وازدهار عالمي، فهناك قضايا في مناطق واسعة يتعين علينا بل ويمكننا العمل سويا تجاهها. فواشنطن وبكين لديهما نزاعات وخلافات في بعض المناطق، وبناء على الاحترام المتبادل لمبادئ ومخاوف البلدين الرئيسية يتعين علينا السعي لإيجاد حلول فعالة عبر الحوار والتشاور المستمر. كما اتفقت الولايات المتحدة والصين على العمل المشترك لوقف تهريب المواد النووية وغيرها من قضايا الأمن النووي المتطورة. جاء الجميع إلى هنا لحضور القمة حاملين التزاما بتعزيز الأمن المشترك وبهدف جعل العالم أكثر أمانا. ويشارك في القمة نحو 50 رئيس دولة وحكومة، من بينها مصر التي ترأس وفدها وزير الخارجية سامح شكري، بينما يغيب عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك قادة إيران وكوريا الشمالية. بانوراما النيل مستمرة معكم وفيها بعد أخبار الرياضة. محافظة الجيزة تحتفل بعيدها القومي بعد سنوات من التوقف. أقامت محافظة الجيزة احتفالية كبرى بمناسبة العيد القومي لها تحت سفح الأهرامات، وأحيا الحفل الفنان محمد منير. وقال محافظ الجيزة كمال الدالي إن الاحتفالية توطد العلاقة بين الشباب ومحافظتهم، فضلا عن كونها تعمل على تنشيط السياحة. احتفالية كبرى أقامتها محافظة الجيزة تحت سفح الأهرامات بمناسبة العيد القومي لها، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة وآلاف من شباب محافظة الجيزة. أعتبر أنه العيد القومي لمصر كلها مش للجيزة بس، لأن الجيزة هي فيها التاريخ وفيها العلم وفيها الاجتماعيات. الحضارة الجيزة فيها جامعة القاهرة، فيها أكاديمية الفنون، المعاهد الفنية، فيها الآثار الضخمة. يا عروس إن
أجواء سادتها البهجة أحيا الحفل المطرب محمد منير الذي تفاعل معه الجمهور، فامتلأت سماء منطقة الأهرامات بالأنوار. نحتفي فين؟ في حضن الأهرامات الثلاثة وأبو الهول، منطقة سياحية بالدرجة الأولى. ودي رسالة أتمنى أن تلفزيونات العالم تنقل هذا الحدث للعالم علشان يشوفوا أن مصر في أمان بأبنائها بشرطتها بجيشها. وقال محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي أن الحفل الذي أقامته المحافظة وحضره الآلاف من شباب المحافظة هو توطيد العلاقة المتينة بين الشباب ومحافظتهم، كما أنها رسالة لتنشيط السياحة. النهاردة بنحتفل في منطقة الأهرامات، بنوجه رسالة للعالم كله بما تنعم به مصر من أمن وأمان، تنشيطا للسياحة، خاصة أن العديد من السفراء في الدول الأجنبية والعربية متواجدين النهاردة في الحفل، السادة الوزراء، الكتاب، الفنانين، الفنانات، أعضاء مجلس النواب، الشباب، النقابات المختلفة. وتأتي احتفالية العيد القومي للجيزة تخليدا ليوم 31 من مارس وموقعة قرية الشوبك التي خاض فيها أهالي القرية معركة قوية عام 1919 ضد الاحتلال الإنجليزي، واستشهد عدد كبير منهم. إقامة هذه الاحتفالية تحت سفح الأهرامات بالجيزة يعد رواجا سياحيا، فضلاً عن كونه رسالة للعالم مفادها أن مصر آمنة ومستقرة رغم محاولات زعزعة الاستقرار البائسة. من منطقة الأهرامات بالجيزة، ولاء الحديني، النيل. شهدت السنوات الخمس الأخيرة انتقال الكثير من الآثار السورية إلى متحف برلين بطريقة تطرح الكثير من التساؤلات. كان متشددو تنظيم داعش الإرهابي قد دمروا العديد من الآثار في تدمر خلال 10 أشهر بسطوا فيها سيطرتهم على المدينة. كيف ومتى انتهى الحال بقطع أثرية مصدرها بلد تمزقه الحرب في العاصمة الألمانية؟ سؤال يطرحه اللاجئون السوريون عند زيارتهم لمتحف الفن الإسلامي في برلين. أكثر شيء كان التركيز أنه الآثار اتدمرت، من هذا المتضايقين منه، وهذا اللي شفناه خلال الخمس سنين، غير انه مثلا انه هاي الاثار انحضرت لهون قبل فتره 200 و300 و400 سنه، لا هلا شفنا انه حتى ما ضل شيء، يعني حتى هو الحجر اللي ضل، الاثار اللي ضلت هي كمان صارت بالارض. شيء محزن ومؤسف. وتعود القطع الاثريه الفخمه الى قرون مضت وجلبت من الشرق الاوسط، وقد غطيت واجهات هذه القطع وبواباتها بثقوب ناجمة عن شظايا تسبب فيها القتال الدائر في سوريا. وزار المتحف نحو 1600 لاجئ من سوريا والعراق منذ نوفمبر الماضي، عندما أطلق مشروع الملتقى الذي يدرب لاجئين من هاتين الدولتين ليصبحوا مرشدين سياحيين لإقرانهم الآخرين الناطقين بلغة الضاد. أنا في قمة السعادة بشأن النجاح بقدوم كثيرين إلى هنا واهتمامهم بالأمر. ما سمعته منهم مرارا يجعلني أشعر بالفخر. ودمر متشدد تنظيم داعش العديد من الآثار في مدينة تدمر القديمة بسوريا خلال العام الماضي، ووصل العام المنصرم زهاء مليون لاجئ إلى ألمانيا، كثيرون منهم فروا من الصراعات والمصاعب الاقتصادية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتقول الحكومة الألمانية إن 100,000 آخرين وصلوا منذ بداية العام الحالي. نهاية بانوراما النيل، وإليكم تذكرة بأهم العناوين. بلديات 10 مدن في غرب ليبيا تعلن تأييدها لحكومة الوفاق، وفرض عقوبات أوروبية على 3 قادة يعارضون الحكومة. موسكو تدعو دمشق للمرونة في مفاوضات جنيف، وتنفي وجود اتفاق مع واشنطن بشأن مصير الأسد. الجيش اليمني يسيطر على الشريط الساحلي لمحافظة حجة ومقتل 13 حوثيا في تعز. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.